Bienvenue dans le monde de la nuit. كيف طلعت بالصدر؟ أداة الجريمة موجودة. سيدي جمال الدين، أنت كنت محامي، طلعته من كذا قضية مع أنه كنت بتعرف أنه مورد. عم نحكي عن تهريب، شبكة دعارة وإتجار بالبشر. فادي مات، شغل بده يكفي. البصمات اللي لقيناها على السلاح بتطبع مع بصمات المحامي. لأنه أكيد في شي حدا بده يورطني. أنا وأمير منفصلين عن بعضنا من أكثر من 5 شهور، ما بعرف عنه شيء. أنا بدي إياكي تساعديني. خلينا نربط كل شيء ببعض. قصة أكبر من هيك. أنت أكثر حدا بيعرف إنه نحن لما بدنا نحل مشاكلنا بنضطر نضحي بحدا. ليش أنا قدام كل الناس اللي لازم يتحاسبوا عن جد، ليش أنا أكون كبش الفتى؟ ليش؟ لأنه في بوابة إذا تفتحت ما بترجع بتنقفل، وأنت اللي فتحت الباب مستر ديفلويا. ما عم بحكي عن خيانة هلا، أنا عم بحكي عن مؤامرة. أنا بحبك مثل خيي، بس لازم تفهم إني بحبها. معتقد صار في أشياء كتير لازم تشرح لي. أنا بدي أعرف الحقيقة أكثر منك. أكثر منك، لأنه أنا حياتي اللي تدمرت. أنا بنتي ما لي قدرة أشوفها. بدي إياك تثبت لكل الناس اللي ظلموك إنك بريء. أنا ما بتبلى حدا، والكل رح يتحاسب. مرات الدنيا بتخلينا نعمل أشياء بتجبرنا نعملها، مثل ما عم تعمل أنت هلا بالضبط. أكيد في سبب. ما في دخان بلا نار. ما تلعب دور الضحية. أنت شو مشكلتك؟ مشكلتك بالضاعة اللي أنت مشيت؟ أنا بعرف كيف ردها. هلا صار فيك تقوس.